تضمنت الميزانية العامة للدولة لعام 2017 عدد من الإجراءات، من بينها إلغاء الضريبة على استخدام الطرق وزيادة أسعار الوقود. هذه الإجراءات كانت محل ترحيب متفاوت. إليكم جزء من حديث رئيس الوزراء حول هذا الموضوع. Nous ne pouvons pas évoquer l'augmentation du prix des carburants. لا يمكن الحديث عن زيادة أسعار الوقود دون الحديث عن إلغاء الضريبة المفروضة على استخدام الطرق. كالعادة يدفع كل فرد ضريبة استخدام الطريق عن سيارته ودراجته. هذه الضريبة ألغيت من ميزانية العام 2017 لأنها تفتح المجال أمام التمييز. فأولا بعض المصالح لا تدفع، ثم أن الذين يتعين عليهم دفع هذه الضريبة لديهم إمكانية التسوية مع الجهات المعنية بمراقبة المرور. ولأن قلة فقط تدفع هذه الضريبة رأينا إلغاءها في شكلها المادي. ونظرا لأن استهلاك الوقود يشكل وحدة في إجراءات المرور، فقد ضمننا ضريبة استخدام الطريق في الوقود، وبالتالي يدفع كل فرد ضريبته في محطة البنزين دون تمييز. لذلك أعتقد أنه إجراء عادل، فالذي يتجول بعربة يستهلك وقود أكثر فيدفع ضريبة أكبر، بخلاف الذي يتجول بدراجة، وبالتالي فإن الإجراء يرمي إلى تحقيق الإنصاف.